الروائح والعطور الكحولية استخدامها وبيعها فيه شيء؟ إذا ثبت أن فيها الكحول وهو الخمر، إذا ثبت أن فيها الكحول موجودا طعمه أو ريحه أو لونه، إنه لا يجوز استعمالها ولا يجوز بيعها ولا شراءها، لأن الخمر. أما إذا كان يقال إن فيها كحول وليس فيها كحول، أو إن كحول في الأول ثم تلاشى وذهب ولم يبقى له أثر، فهذا لا حكم له. نعم.